والطفرات والمعجزات والظواهر الطبيعية وغير الطبيعية. صدقني يا محمود، أنا لو بعرف أصغر كنت عملتها. تعرف ليش؟ لأنه هي أول مرة بتيجي على الدوام قبل 10 الصبح. خير الله ما جعله خير. والله يا أستاذنا كنت بدي أحكي معك كلمتين على الفيرات. هات لشوف شو الموضوع اللي جاي تحكي فيه. أكيد الموضوع عويس لأنه خلاك تفيق بكير. وإحنا طالعين من وادي النسناس سألت ماذا تفعل هنا أيها الشاب؟ سألتك إيش قصدك؟ قلت لي ابحث لنفسك عن أفق. ما رح أسألك إيش قصدك لأنه قصدك واضح، بس أنا شفته أنه بيتناقض مع موقفك المعلن. لما قريت لك قصيدة أبي هون بالمكتب كنت متحمس إلها جدا وعجبتك كتير. وين التناقض يا محمود؟ أنا بحب ذكرك بالقصيدة. أنا قلت فيها قال أبي مرة الذي ما له وطن ما له في الثرى ضريح وأنا هاني عن السفر، وانت قلت لي ابحث لنفسك عن أفق. فأنا حابب يا أستاذنا أسألك بوضوح، إيش موقفك الحقيقي من السفر؟ بظن أنه يفترض ما أقول لك هذا الحديث يا محمود، بس وجداني بيلزمني أقول لك إياه. أنا برأيي الشخصي بأنك أنت شاب موهوب كتير يا محمود، ومن أكثر شباب جيلك موهبة، مو بس هون والوطن العربي كله. بس بصراحة بالسنتين الأخيرات أنا اللي شايفه بأنك عم تدور بنفس الحلقة، نفس الحلقة المفرغة. سجن، منفى، بكاء، مرثيات، شهداء، صمود إلى آخره. وأنا خايف يا محمود أنه انسداد الأفق بالوضع السياسي يتحول عندك لانسداد بالتجربة الشعرية. وحاليا يا محمود عم تتشكل مؤشرات أمل قوية بالحياة الثقافية. الوطن العربي كبير، وين ما رحنا منضل بين أهلنا، واللي مؤمن بقضيته وبحق شعبه قادر يخدمهم وين من كان. يمكن أنا وضعي ما بيأهني إلك هذا الكلام، لذلك أنا بتمنى يضل بيني وبينك. هذا مجرد رأي شخصي، بالأخير القرار إلك أنت. شوف يا محمود، أنا اللي بدي إياه تتأكد منه بشكل نهائي إنه أنا مؤمن بتجربتك الشعرية، وراح ضلني أدعمك لآخر يوم بحياتي. مش عيب إنه الواحد يخلي صديقته تنتظر؟ كنت عم بدور على إشي يليق بهالمناسبة. محمود كنت خايفة إنك تنسى حبيبي. Happy birthday to you. Happy birthday to Rita. Happy birthday to Rita. Happy birthday to you. شكرا محمود، شكرا. رايح اعمل قهوة، تشرب معي؟ عم بحكي معك يا زلمة، معقول مش سامعني؟ لا تؤاخذني، فكري مشغول شوي. خير، وإيش اللي شاغل بالك؟ قلت اليوم كلام حاسس حالي ما كان لازم أقوله. وإيش هو هالكلام؟ أمرك عجيب فعلا يا توفيق. قلت لك اندمت لأني قلته مرة، بدك أنا أقوله مرة تانية؟ أنا قايم عم بفرجي على قهوة، تشرب معي؟ بشرب، ما هذا اللي كنت بقول لك إياه من الأول. خكي رجع، ليش لي ماشي هوبش بالخاخ؟ زي ما تخيل مي اثمون هجيع إلي هيوم إباتي زمان إيم لو متسخن بعني خا تشئير أوتو فليخ.
قالوا نعم. أهلين محمود، كيف الحال؟ لا ما في إشي، عم بقرأ. طبعا لازم تسافر، وإذا ناقصك إشي أنا فورا باجي لعندك. ماشي يا سيدي، ترجع لنا بالسلامة. الله معك. هاي البروة؟ البروة؟ وين البروة؟ هون كيبو تستعور. كيبو تستعور؟ البروة تحتنا وفوقنا وحولنا، البروة في كل مكان. أنا ما شايف شي ولا حتى حجارة. الكنيسة اللي هناك شايفها؟ هاي مش كنيسة، هاي آثار رومانية حولوها لزريبة أبقار. أنت من أي بلد؟ من أي بلد جيت؟ جيت من اليمن. من اليمن؟ وين جاي تعمل هون؟ راجع على بلادي. وأنت من وين؟ أنا من هون وراجع على بلادي. ولي يا مجنونة، إيش عم تعملي حتى عم تزدادي حلاوة هيك؟ ها؟ الحمد لله على السلامة. أهلاً يما. الحمد لله على السلامة يما. كيفك يما؟ اشتقت لك يما، اشتقت لك. تعبان يما. لا يما مش تعبان ولا إشي، بس جاي من البروة مشي. من البروة؟ جوعان يما. ميت من الجوع. خس الجوع. تعال تعال فوت. يما وين أبوي؟ ما شفته. أبو أدهم مريض، راح يزوره، ما تقول إلا رجع يما. كل يما كل، هي تسكية جوع لبين ما أطبخ لك الأكل اللي بتحبها. تسلم إيديك يما، كل معي، بحبش أكل لحالي. تسلم. كل يما كل، أكيد أنت بتنجوعان. والله يما هل كان من الجوع. إيش يا محمود، مبروك علينا، صرنا ما بنسمع أخبارك إلا من الإذاعات. إيش أخبار التعليم؟ ماشي الحال. الإشي الوحيد اللي مخليني أستمر هو إنهم يجيبوا بدالي شي حييم أو شاؤول. معك حق يا أحمد، معك حق. مساء الخير مدام. مساء النور. أكيد الأستاذ صاحي. صاحي بس صاحبك بدخن كتير، مش بينام كويس. خلاص مدام أنا بوصي. تفضل. بعرفك بتنام بكير، أكيد في إشي قالك وطير النوم من عينيك. أنت بتتذكر طبعا التحقيق اللي نشرته قبل كم من سنة عن مذبحة كفر قاسم؟ طبعا بتذكره، كان تحقيق كتير عظيم واستثنائي. أنت الوحيد ولأول مرة يعني بتذكر بيذكر بالتحقيق أسماء الشهداء وحالتهم الاجتماعية وظروف استشهادهم. فعلا كان تحقيق عظيم كتير، بس إيش اللي ذكرك فيه بعد كل هالوقت؟ الصراحة بعد نشر التحقيق أجتني تهديدات مكتوبة. سنلحقك بالقتل 49 أيها العربي القذر. وكل سنة في ذكرى مذبحة كفر قاسم قبلها بيومين ثلاثة كان يجيني تهديد أو أكثر. وليش ما حكيت؟ الموضوع خطير،
وهي الشغل ما سكتش عليها. بصراحة يا رفيق ما حبيتش ازعجكم بهيك موضوع تافه، لاني بعرف انه اللي بيهدد ما بيطلعش بايده اشي. معناها في تطورات جديدة هي اللي خلتك تحكي هالمرة. ايه نعم، في واحد عم يراقبني اليوم من الصبح ولحقني بسيارته لحد هون. وممكن يكون بيستناك برا؟ امسك هذا محشي وجاهز، خليه معك من باب الاحتياط. وين رايح؟ استناني ابدل ثيابي واروح معك. يا وجه جدي يا نبيا ما ابتسم، من اي قبر جئت ولبست قنبازا بلون دم عتيق فوق صخره وعباءه في لون حفره؟ يا وجه جدي يا نبيا ما ابتسم، من اي قبر جئتني لتحيلني تمثال سم؟ الدين اكبر، لم ابع شبرا ولم اخضع لضيم، لكنهم رقصوا وغنوا فوق قبرك فلتنم. صاح انا، صاح انا، صاح انا حتى العدم. صهاينه بخافوا من الكلمه الصادقه اكثر ما بخافوا من الرصاصه. تذكر يا احمد الحاكم العسكري تبع دير الاسد؟ الله لا يوجه له الخير. كان اسمه دوف يعني حمامه. حوينت هالاسم فيه، كان لازم يسموه غراب البين، الله يقطعه ويقطع نسله.